صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة بغالبية كبرى تأييداً لطلب عضوية فلسطين في المنظمة الدولية، وذلك في قرار يحمل طابعاً رمزياً بسبب الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن. وحصد القرار الذي ينص على وجوب انضمام الفلسطينيين إلى المنظمة مع منحهم حقوقاً إضافية كدولة مراقب تأييد 143 عضو مقابل اعتراض 9 أعضاء وامتناع 25 عن التصويت. وأوصت الجمعية الأممية مجلس الأمن بإعادة النظر في عضوية فلسطين بشكل إيجابي، مشيرة إلى استحقاقها للعضوية الكاملة في المنظمة. ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتصويت الجمعية العامة في الأمم المتحدة الذي منح حقوقا جديدة للفلسطينيين في المنظمة الدولية، ورأت أنه يؤكد أحقية دولة فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة. وقالت الوزارة إن هذا القرار يؤكد على أن فلسطين تستوفي كافة الشروط الواردة في ميثاق الأمم المتحدة. من جهته أكد وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن التصويت الرمزي في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة يبعث برسالة إلى حماس مفادها أن العنف يؤتي ثماره. بينما مزق السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة جلعاد إردان نص ميثاق الأمم المتحدة عبر آلة تقطيع الورق تعبيرا عن رفضه لهذا التصويت. You are shredding the UN Charter with your own hands. Yes, that's what you're doing, shredding the UN Charter.